صادرات الصين توقفت عند 15% في مارس آذار، مما يعد نتيجة صادمة من شأنها أن تعمق القلق بشأن النمو الاقتصادي الصيني. قوة اليوان كانت أحد عوامل التراجع في الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي في مارس آذار بواقع 19% على أساس سنوي و 24.8% إلى اليابان. الإدارة العامة للجمارك أفصحت يوم الاثنين عن تقلص الواردات إلى ثاني أكبر اقتصاد في العالم بواقع 12.7% الشهر الماضي مقارنة بالعام السابق، مما يدل على أن الطلب المحلي كان أيضا فاتراً.